هذا الشهر مقبلين على حدث كروي ضخم يقام كل 4 سنوات، حيث تجتمع فيه جميع مواهب وأساطير أوروبا: رونالدو، مبابي، بيلينغهام وموسيالا، والقائمة تطول. كل الأعين مصوبة نحو اللقب. السلام عليكم، معكم أخوكم محمد سقرون. في هذا الفيديو سنقوم بتوقع بطل يورو 2024. يا ترى من سيتوج باللقب؟ هل فرنسا بقيادة الظاهرة مبابي؟ أم منتخب البحارة بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو؟ وهل سيستعيد المطاط الإسباني ذكريات 2012؟ أم سيكسر منتخب الأسود ثلاث لعنة المئة عام؟ أم الأزوري سيرمي جداره ويحافظ على اللقب؟ في 15 من هذا الشهر ستفتتح مباريات اليورو التي ستقام في ألمانيا. قبل البدء في توقعات لنتعرف على المجموعات السيئة. المجموعة الأولى التي تضم ماكينات العطيلة عن العمل: المنتخب الاسكتلندي، منتخب سويسرا والمنتخب المجري، مجموعة قوية وصعب التعرف على المتأهل. المجموعة الثانية التي تضم المنتخب المنظم والمتكامل بقيادة الشاب لوكا مودريتش، ومنتخب إسباني عائد من خيبة أمل كأس العالم بعد إقصائه على يد أسود الأطلس وحامل لقب النسخة السابقة ليورو منتخب إيطاليا. والحلقة الأضعف في هذه المجموعة منتخب ألبانيا، بالنسبة لي هذه أقوى مجموعة. المجموعة الثالثة تضم المنتخب الإنجليزي ومنتخب الفايكينغ الدنمارك ومنتخب الصربي وسلوفينيا. المجموعة الرابعة التي تضم المنتخب الفرنسي الأوروبي ومنتخب الطواحين الهولندي، منتخب ريد بول النمسا بالإضافة إلى المنتخب البولندي بقيادة ليفاندوسكي. المجموعة الخامسة التي تضم منتخب بلجيكي في مرحلة إعادة هيكلة الفريق بقيادة المدرب دومينيكو تيديسكو، صراحة لا أعرف. والمنتخب الروماني صانع مفاجآت في تصفيات بتصدره المجموعة التاسعة بالإضافة إلى كل من المنتخب السلوفاكي والمنتخب الأوكراني. ننتقل إلى المجموعة السادسة التي تضم منتخب دون رونالدو وبيبي العظيم، والمنتخب التركي لزراعة الشعر، والمنتخب التشيكي، ومنتخب كفارة ديسخيلي. المهم سنختار 12 منتخب، منتخبين من كل مجموعة وأربع أفضل توالد من كل مجموعة. على بركة الله نبدأ توقعاتنا. المجموعة الأولى سأضع المنتخب المصري، وهذا اختيار القلب، بسبب يوم من الأيام وأنا ذاهب للمدرسة نظرت لشباك المشاريع وجدت ريالين، وكان هذا أول دخل لي بعمل الدؤوب والشاق. أحيانا لازم تخاطر بشيء لتكتسب أشياء، هذه هي الحياة. أنا قبل ريالين شريت من المدرسة يوم كامل، لكن هذا الريالين كان لهم طعم مميز. المنتخب الثاني العملاق منتخب الماكينات الألماني، سويسرا في المركز الثالث واسكتلندا في المركز الأخير. وصراحة مجموعة قوية، مباشرة كرواتيا أولا ولسبب واضح وهي تشابه أسلوب لعب بيني وبين لوكا مودريتش لا أكثر ولا أقل. يوم من الأيام سأنشر فيديو استعراضه لي. المهم في المركز الثاني صراحة صعب الاختيار بين إسبانيا وإيطاليا، أنا ريالي سأختار إسبانيا. وثالثا المنتخب الإيطالي، صراحة غير متفائل بمنتخب إيطالي سيصل إلى أدوار متقدم. دون نقاش المنتخب الألباني أول مجموعة، أنا مالي شوق في المافيا وكذا. قاعد تمزح يعني معايا ولا ما قالوا لك إني عصبي ما أضحك؟ كم عمرك؟ المجموعة الثالثة المنتخب الإنجليزي كالعادة أول مجموعة بقيادة أسطورة دفاع الجو الأرض ماكواير، حامي عرين الأسود الثلاث والأمير المنحوس هاري كين. والمنتخب الدنماركي عطفا على المستوى الذي قدمه الظاهرة بي ناين البعبع برايثويت الحاصل على 4 كرات نحاسية. المركز الثالث صربيا وسلوفينيا يتشابهون، سأعد 10 وأخطر واحد منهم فقط. المجموعة الرابعة المنتخب الفرنسي فريق العريق أول مجموعة، والمنتخب الهولندي في المركز الثاني، وثالثا النمسا، ورابعا بولندا. المجموعة الخامسة منتخب بلجيكا بقيادة دي بروين، صراحة احترامي لهذا اللاعب الأنيق أضع منتخب بلجيكا أول. وثاني مجموعة المنتخب رومانيا مباشر، المنتخب سلوفاكي ثالث مجموعة، وأوكرانيا في المركز الآخر. المجموعة السادسة والأخيرة مجموعة الفخامة والأخلاق، مجموعة صاروخ ماديرا دون كريستيانو رونالدو والعبد الحبشي أرنيستو بيبي دا سيلفا. بيبي الخالوق المحب للخير، بقوة حبه للخير يساعد الضعيف، وهذه اللقطة خلتني أحب هذا اللاعب اللطيف وهو يقوم بقتل ذبابة على ظهر لاعب الخصم. انظر لكمية الأخلاق في هذا المقطع. ثاني المجموعة منتخب تشيك، وثالث المنتخب التركي، ومتدين المجموعة منتخب كفارة تسخيليا. تبقى لنا اختيار افضل 4 ثوالث، سريعا سنختار سويسرا، تركيا، ايطاليا والنمسا. والان ننتقل لمرحلة خروج المغلوب، حيث الخطأ يساوي الخروج من البطولة. كرواتيا ضد النمسا، منطقيا كرواتيا الا اذا استهلكت النمسا كمية كبيرة من مشروب طاقة ريدبول. المقابلة الثانية بين الدنمارك والمصر، مباراة صعبة صارت، سنختار الدنمارك. النهائي قبل الاوان من حيث الاسماء،
إيطاليا والبرتغال مباراة 120 دقيقة، لكن أتوقع الأخلاق دائما تفوز. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. ونذهب مع البرتغال أيضا. مباراة هولندا رومانيا، مباشرة أختار هولندا. بلجيكا وسويسرا، مباراة بذكريات كأس العالم روسيا 2018، لكن نختار منتخب بلجيكي. صراحة منتخب سويسرا أصبح منتخب عادي. المباراة السادسة فرنسا والتشيك، بدون مبالغات فرنسا ستفوز وتتأهل للدور المقبل. مباراة تركيا والإنجليز، مباراة الأخيرة في دور السادس عشر بين الماكينات الألمانية في مواجهة مصارعي تيران المنتخب الإسباني، مباراة القمة. أتوقع العلم لله ألمانيا ستفوز. ننتقل إلى الدور الثمانية، مواجهات طاحنة بين عمالقة الكرة الأوروبية. سريعا كرواتيا والدنمارك، سيفعل الشاب لوكا مودريتش. المباراة الثانية البرتغال هولندا، البرتغال إلى الدور الأربعة بجدارة واستحقاق والتسلح بعامل الأخلاق. بلجيكا وفرنسا، مباراة الأصالة، مباراة بزيج بين غانا والكاميرون والمغرب، مباراة ناقصها صافرات إفريقية وتحتسب مباراة في دوري أمم إفريقيا. المهم فرنسا ستفوز. آخر مواجهات دور الثمانية ألمانيا وإنجلترا، مباراة ملونة والعياذ بالله، مباراة لو لعبت يوم الجمعة ستشرق الشمس من المغرب، مباراة مليئة بالكبائر عزكم الله. صعب توقع من سيفوز، لكن إنجليز أفضل، نذهب مع الإنجليز. الآن تعرفنا على أطراف نصف النهائي، المنتخب البرتغالي وجها لوجه مع المنتخب الكرواتي، لكن البرتغال ستفعل وتذهب إلى النهائي. وفي الطرف الآخر مباراة حديدية بين الغزاة فرنسا وإنجلترا، سأذهب مع فرنسا. والآن وصلنا إلى نهاية الطريق، المباراة المنتظرة والمتوقعة، مباراة تعيد لنا الذكريات جميلة، تعيدنا إلى 2016، فرنسا والبرتغال، وأول ألقاب دولية للدون كريستيانو رونالدو. المباراة الحاسمة بين فرنسا والبرتغال، هل يعيد الدون الكرة أم لخليفته مبابي رأي آخر؟ لكن لدي إحساس أن لقب اليورو هذه النسخة من نصيب مبابي. إلى هنا تنتهي الحلقة، والسلام.